اسمع. اسمي حصة فيصل القاسمي، مهندس مدني في وزارة الطاقة والبنية التحتية. لدي خبرة 3 سنوات في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية. من أبرز المشاريع التي عملت عليها هو مشروع مركز الدفاع المدني في غليلة في إمارات رأس الخيمة. أكبر تحدي واجهني هو أنني قمت بالإشراف على أول مشروع لي في مسيرتي المهنية خلال فترة جائحة كورونا. صحيح أن كوفيد أزمة عالمية، إلا أنه كان فرصة لي لأختبر قدرتي على التكيف ومرونتي في التعامل مع هذا الموقف، وهذا ما تعلمته من حكومة الإمارات. تعلمت أن الحكومة المرنة هي الحكومة القادرة على مواجهة التحديات. أطمح أن أكون رائدة في مجال إدارة مشاريع البنية التحتية باعتباره من أهم القطاعات التنموية في حكومة الإمارات، لأستكمل من خلالها مع زملائي مسيرة التنمية القادمة، متسلحين بالعزيمة والقوة والإصرار بأن يكون اسم الإمارات خفاقاً في كافة القطاعات. بصمة.